لا يبدو الاعتماد الرسمي من قبل وزارة الصحة بتخصيص مركزين صحيين لاستقبال وعلاج حالات الإصابة بمرض الكوليرا في محافظة أبيان كافياً، فإقامتهما في كل من مديريتي خنفر ولودر سيجعل الوصول إليهما شاقاً بالنسبة للمواطنين في باقي المديريات، وقد تتسبب وعورة الطريق في تعثر نقل المصابين في حال ظهور أعراض الإصابة بالمرض. نتمنى من كل المسؤولين في المحافظة أن يعملوا اللازم من صرف صحي، من مياه راكدة، من كل الإمكانيات، نحاول قدر المستطاع أن نلمها، لأن الوضع مزري مزري للغاية. اعتماد الوزارة للمرفقين الصحيين في محافظة أبيان جاء بناء على ما لديها من تقارير طبية تؤكد أن حالة الانتشار الأخيرة للوباء تسارعت بشكل كبير في المديريتين الريفيتين بعد تسجيل المرافق الصحية فيهما أعلى نسبة للمصابين، غير أن المسؤولين في مكتب الصحة ما زالوا قلقين من احتمالية عجز المرفقين عن استيعاب أعداد المرضى الذين يتم تسجيلهم بشكل مستمر في عموم المديريات. احنا طلبنا من الوزارة، قام الأخ المدير العام طلب 4 مواقع استقبال للحالات هذه اللي في خنفر، في زنجبار، في لودر، في المحفد، ولكن للأسف الشديد يعني اعتمد لنا من قبل وزارة الصحة موقعين فقط اللي هو في خنفر وفي لودر، وهذا يعتبر قليل. حالة القلق الناتجة عن ضعف الإمكانات الخاصة بمواجهة الوباء دفعت مكاتب الصحة إلى عقد لقاءات تنسيقية مع المكاتب الحكومية الأخرى ومطالبتها بضرورة المشاركة الفعلية في حملاتها الصحية للحد من انتشار المرض، خصوصا وأن موجة ظهوره الأولى خلفت عشرات الحالات المؤكدة، في حين أن التقارير الطبية سجلت 3 حالات وفاة لمصابين تعذر وصولهم إلى المراكز العلاجية.